مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار كورونا التي نرصد فيها آخر تطورات الوباء، انتشاره وتداعياته وما يثار حوله من تساؤلات وإشاعات ومخاوف. نبدأ بالعناوين. ترامب يصف كورونا بأنه أسوأ اعتداء على الولايات المتحدة، والصين ترفض فتح تحقيق دولي وتقول لا وقت أمامنا نضيعه. ألمانيا حققت هدفها والأرقام فيها مرضية لميركل، وتركيا تعلن احتواء الأزمة. مطعم في أمستردام يستخدم بيوتا بلاستيكية لضمان التباعد الاجتماعي، ومطعم أمريكي يوزع الوجبات على الكوادر الطبية. مع تخفيف القيود في القارة العجوز، العودة إلى المدارس بدأت في معظم الدول الأوروبية. في أمريكا ولأول مرة منذ 115 عاما، مترو نيويورك يوقف رحلاته لإجراء التعقيم. عربيا، ملك الأردن يطلب حلولا خلاقة، والسعودية تفرض عقوبات صارمة، ومصر تخفف بعض القيود. في التداعيات الاقتصادية، أفغانستان تخسر سياحها لحساب فيروس كورونا. بالرياضة، نادي برشلونة يبدأ إجراء فحوصات للاعبيه استعدادا لمعاودة التمارين. وفي نهفات كورونا، نتنياهو يثير السخرية بعد ظهوره وهو يرتدي كمامة لا تغطي أي شيء من وجهه. نبدأ مشاهدينا بآخر الإحصاءات حول انتشار فيروس كورونا حول العالم. عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء في كل بلد. العدد الإجمالي للإصابات حول العالم بلغ 3,836,852 إصابة. أما عن حالات الشفاء فقد بلغت 1,309,799، والوفيات حول العالم وصلت إلى 265,335. في ترتيب أعلى 10 دول بالإصابات حول العالم، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية بالترتيب الأول بعدد إصابات إجمالي بلغ 1,263,243. أما عن الوفيات في الولايات المتحدة فقد بلغت 74,809 وفيات. إسبانيا ثانيا بعدد إصابات بلغ 253,682، وعدد وفيات 25,856. إيطاليا ثالثا بعدد إصابات بلغ 214,457، وعدد وفيات وصل إلى 29,684. بريطانيا رابعا بعدد إصابات بلغ 201,100 وإصابة واحدة. أما الوفيات في بريطانيا فقد بلغ 30,076 وفاة. روسيا خامسا بإصابات متزايدة، بلغت في الإجمالي في البلاد 177,160 إصابة، والوفيات 1,625. فرنسا سادسا بعدد إصابات بلغ 174,191، وعدد وفيات وصل إلى 25,809 وفيات. ألمانيا سابعا بعدد إصابات بلغ 168,174، وعدد وفيات 7,285. ثامنا تركيا بعدد إصابات بلغ 131,744، ووفيات 3,584. تاسعا البرازيل ب 126,000 إصابة و611، وعدد وفيات بلغ 8,588. إيران عاشرا في الترتيب العالمي وفق الإحصاءات الرسمية، وعدد الإصابات في إيران 101,650، وعدد الوفيات 6,418 وفاة حتى اللحظة. وهذه الأرقام صادرة صباح اليوم، قابلة للتغيير بين ساعة وأخرى.
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباء كورونا بأنه أسوأ اعتداء على الولايات المتحدة، مواصلاً اتهامه للصين بالتقاعس عن مكافحة الفيروس في بداياته، فيما تسجل الولايات المتحدة يومياً أكثر من 20,000 إصابة ويتجاوز فيها عدد الوفيات اليومية 1,000 شخص. للأسبوع الثاني على التوالي لا يزال التوتر متصاعداً بين واشنطن وبكين على خلفية الاتهامات الأمريكية المتجددة للصين بإخفاء معلومات عن الوباء وملابسة نشأته في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف وباء كورونا بأنه أسوأ من اعتداءات 11 من سبتمبر لعام 2001 ضد مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك وهجوم اليابان على قاعدة بيرل هاربر العسكرية في جزر هاواي، وأنه كان يجب إيقافه في مصدره الرئيسي، لكن ذلك لم يحدث. ترامب أعلن تراجعه عن نية حل خلية الأزمة المكلفة باحتواء وباء كورونا بعدما أصبحت الولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات، وإضافة عضوين جديدين مهمتهما العمل على فتح اقتصاد البلاد بعد أن تم الإعلان بالرغبة في حلها الأسابيع المقبلة. ودعا إلى استئناف النشاط الاقتصادي بقوة، رغم أن ذلك قد يزيد حصيلة وباء كورونا في الولايات المتحدة والتي تجاوزت عتبة 70,000 وفاة، ومن المحتمل أن تصل 100,000 قبل بداية يونيو حزيران المقبل بحسب نماذج لبيانات انتشار الوباء. أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف أن بلاده ترفض فتح تحقيق دولي بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد في وقت تتواصل فيه الاتهامات الأمريكية بحق بكين. السفير الصيني قال إن الأولوية الآن هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي، ولا وقت أمام أحد لإجراء تحقيق، والمهم هو إنقاذ الأرواح على حد قوله. يأتي هذا في وقت تزايد فيه اتهام الصين من قبل عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا بعدم شفافية إزاء الفيروس الذي انطلق من مدينة ووهان، وكذلك المطالبات بإجراء تحقيق حول ظهور الوباء. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها حققت هدفها الرامي إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا، وهو ما يمكن أو يمكن من فتح جميع المحال التجارية مع تخفيف قيود الإغلاق التي كانت مفروضة في ظل هذه الجائحة. بابتسامة يحدوها تفاؤل تعلن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفعا تدريجيا لقيود الحجر الصحي الذي فرضته تداعيات كورونا. وحسب مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي الولايات الاتحادية، سيجري فتح تدريجي للمتاجر على أن تنشط العملية التدريسية في الصيف، كما سيستأنف دوري كرة القدم خلال الشهر الحالي، فيما يترك للحكومات المحلية قرار فتح المطاعم والمقاهي والفنادق حسب تقييم الواقع، وكانت بافاريا أول مقاطعة تأخذ قرارا في هذا الاتجاه. تخفيف قيود العزل بات ممكناً مع تضاؤل عدد إصابات كورونا في ألمانيا التي أثبتت نجاح تجربتها الأولى أواخر نيسان الفائت، ومنذ ذلك الحين لم تسجل البلاد أي موجة جديدة للعدوى، وساعد ذلك التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بالنظافة، وهذه العوامل طالبت السلطات بتطبيقها حتى في المرحلة القادمة، كما ستلجأ السلطات لما يعرف بمكابح الطوارئ المهيئ للتعامل مع أي موجة إصابات محتملة. يذكر أن ألمانيا سجلت نحو 7,000 وفاة بسبب كورونا و167,000 إصابة مقابل 135,000 حالة تماثلت للشفاء، وبذلك تعتبر ألمانيا من الدول الأوروبية الأقل تضررا من الوباء، وذلك بفضل الخطط المحكمة التي وضعتها الحكومة منذ بداية ظهور كورونا. أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن إكمال تركيا المرحلة الأولى من مكافحة وباء كورونا، وقال إن بلاده سيطرت على الوباء لكن الحقائق المتعلقة بالفيروس لم تتغير بعد، حيث ما زالت المنازل أكثر الأماكن أماناً.
وأضاف كوجا أن إزالة التهديد تتحقق مع عزل وعلاج آخر ناقل للفيروس، كما أوضح أن بلاده لن تخفض من عدد الفحوصات في المرحلة الجديدة من مكافحة كورونا، مؤكدا على أن العاملين في قطاع الصحة في تركيا قد قطعوا شوطا كبيرا في مكافحة الوباء. في العاصمة الهولندية أمستردام لم تمنع كورونا أحد المطاعم الشهيرة في المدينة من استضافة الزبائن، معتمدا على طريقة فريدة لضمان التباعد الاجتماعي بين رواد المطعم، أو ذلك عبر بيوت بلاستيكية للتباعد بين مجموعات الزائرين. نتابع. البيوت المحمية ابتكار جديد في العاصمة الهولندية أمستردام يمكن الزوار من تناول وجباتهم مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا. مطعم ميدياميتك إيتن، وهو جزء من منظمة ميدياميتك للفنون وريادة الأعمال والمحافظة على البيئة ويقدم الطعام النباتي، عمل على ابتكار طريقة مناسبة لإعادة الفتح وتقديم خدماته حتى تسمح الحكومة بإعادة عمل القطاعات في البلاد بعد انتشار فيروس كورونا. وتكمن فكرة هذا المطعم في السماح للأشخاص بتناول طعامهم داخل بيوت بلاستيكية منفصلة بينها مسافة مترين تقريبا، تتسع كل واحدة منها لثلاثة أشخاص فقط. يجبرنا كورونا الآن على إعادة التفكير في كيفية عمل الضيافة، وفي الواقع يجب إعادة النظر في جميع الأشياء الأخرى في مركزنا الفني، ولكن تقديم الطعام هو أحد برامجنا. لقد اعتدنا بالفعل على هذه البيوت الزجاجية الصغيرة هنا لمشاريع فنية. الفكرة جاءت مع ضرورة الحفاظ على مسافة كافية لتجنب العدوى في ظل انتشار كورونا، وبمجرد أن تسمح الحكومة للمطاعم بفتح أبوابها يمكن للأشخاص أن يحجزوا مسبقا لقائمة من أربعة أطباق نباتية داخل البيوت البلاستيكية عن طريق اختيار موعد لتناول وجباتهم خلال شهري أيار مايو وحزيران يونيو. ومن المقرر أن تبدأ هولندا بالتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر وإغلاق أغلب القطاعات والمدارس في البلاد بعدما سجلت 41,087 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 5,168 حالة وفاة. بعبارة ساعد العمال إنس النجوم، صاحب أحد أكبر مطاعم المأكولات البحرية في نيويورك يعيد فتح مطبخه لتقديم الوجبات إلى العاملين في الكادر الطبي الموجود في المنطقة التي تكافح وجها لوجه في المعركة ضد فيروس كورونا. قبل أن يصيب الفيروس التاجي نيويورك، كان أحد مطاعم المأكولات البحرية الرائدة في العالم لو برناردين يقدم قوائم تذوق بما في ذلك ترترباس، الكمأة المخططة وسرطان البحر المشوي، ولكن اليوم بات يقدم المئات من الصواني البلاستيكية من الدجاج المشوي، الأرز والملفوف لإطعام العاملين في المجال الطبي في المدينة. إريك ريبر، وهو طاهن من فئة ثلاث نجوم من فرنسا، أعاد فتح أحد مطابخه في منهاتن للمرة الأولى منذ 13 مارس على أن يعد حوالي 400 وجبة يومية من الاثنين إلى الجمعة. يتم إعداد قوائم الطعام لتوصيلها إلى العاملين الصحيين الذين يحتمون في فنادق الحي المركزي والذين نزلوا في المدينة المحاصرة بشكل جماعي لتعزيز المستشفيات التي تملأها المرضى. فبرأي ريبير، من المهم الآن مساعدة المجتمع بشكل عام وخاصة الأطباء والممرضات، وأن الهدف من إعادة فتح مطبخه هو مساعدة الأشخاص الذين يتحملون مخاطر هائلة ويرون أشياء رهيبة خلال النهار، فعندما يعودون إلى فندقهم يمكنهم الاسترخاء وتناول شيء لذيذ. مع أن السلطات لم تحدد حتى الآن موعداً لبدء تخفيف إجراءات الحجر، إلا أن ريبير يأمل في أن يتمكن من إعادة فتح لو برناردين في سبتمبر أيلول المقبل. على الرغم من أن تاريخ الحلم هذا يبدو بعيداً، إلا أن ريبير لا يسعه إلا التفكير في مطعمه الشهير بعد الوباء، خاصة وأنه اضطر إلى تخفيض عدد موظفيه من 180 قبل الأزمة إلى 40 أو 50 موظفاً،
الأمر الذي يهدد المعادلة الاقتصادية للمطعم وكذلك نجومه الثلاث. استأنفت عدد من مدارس الصين والدول الأوروبية نشاطها بعد القيود التي فرضت عقب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية إلى دول العالم، في حين تقوم بعض الدول بخطوات مبدئية لتخفيف قرارات الإغلاق بسبب تفشي الفيروس. بأقنعة الوجه مع الاحتفاظ بمسافة آمنة بين بعضهم البعض، تستأنف بعض المدارس في عدد من دول العالم بعد إغلاق طويل دام لأسابيع بسبب فيروس كورونا الذي شل مظاهر الحياة. هنا في الصين تستأنف عدد من المدارس في مدينة ووهان نشاطها بعد توقف طويل بدأ منذ شهر أذار الفائت، فيما فرضت السلطات على الطلاب عدة إجراءات احترازية كغسل اليدين وإلزامهم بتغطية الفم والأنف بقناع والخضوع لفحص درجة حرارة الجسم قبل دخولهم المدارس. ومع تمكن ألمانيا من تثبيت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بدأت بعض المدارس هناك بفتح أبوابها تدريجياً بعد إغلاقها لأسابيع بسبب الوباء، مع توجيهات وإجراءات صارمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن رفع إجراءات العزل العام في 11 من مايو الجاري وعودة المدارس مرة أخرى. فيتنام أيضا سمحت بعودة الطلاب للمدارس بعد 3 أشهر من الإغلاق التام، الأمر الذي دفع بلدانا أوروبية أخرى كالدنمارك وهولندا وغيرها للعمل بخطوات مبدئية لتخفيف قرارات الإغلاق بسبب تفشي كوفيد-19. بدأت هيئة النقل في متروبوليتان في بذل جهود متعددة الجوانب لجعل مترو الأنفاق طريقة أكثر أماناً للتجول في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك خلال تفشي جائحة مرض كورونا. ويواصل المترو رحلاته في العادة على مدار 24 ساعة لأجل تأمين التنقل بين أرجاء المدينة العملاقة، لكن الشبكة توقفت عدة ساعات من أجل القيام بأعمال التعقيم. وكانت لحظة توقف المترو لحظة تاريخية، لأن المترو لم يتوقف عن العمل منذ افتتاحه قبل 115 عاما. دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة الأردنية إلى البحث عن حلول خلاقة لاستئناف التدريجي والمحدود للرحلات الجوية المتوقفة منذ منتصف آذار الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله أكد خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطنية أكد أهمية التفكير في حلول خلاقة لاستئناف الرحلات الجوية، كما شدد الملك عبد الله على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية بما يضمن عدم وجود أي خطأ يعيد إلى الوراء. أعلنت السلطات السعودية عن عقوبات صارمة جدا جديدة على من يخالف الإجراءات السارية لكبح انتشار فيروس كورونا، سواء من المواطنين أو المقيمين. وقال المتحدث باسم الحكومة إن مخالفي الحظر قد تفرض عليهم غرامة تصل إلى 100,000 ريال أو السجن لمدة تصل إلى عام واحد، كما يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو للحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200,000 ريال أو السجن لمدة تصل إلى 2 عامين، فيما يعاقب كل من يتعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة تصل إلى 500,000 ريال أو السجن لمدة تصل إلى 5 أعوام.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما زاد إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر ليصل إلى 7588 إصابة. يأتي ذلك بعدما خففت مصر من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان، وقلصت مواعيد حظر التجوى لتبدأ من 9 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، كما سمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها. حول أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم العربي، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها 25573 فحصا جديدا لفيروس كورونا في الدولة، وأعلنت أيضا عن الكشف عن 546 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في دولة الإمارات إلى 15738 حالة. كذلك أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 485 إصابة جديدة، ليزداد العدد الإجمالي في البلاد إلى 6289 حالة. وأكد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أن ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا راجع إلى ارتفاع عدد المختبرات الطبية التي تقوم بإجراء الفحوصات عبر مختلف الولايات، موضحا أنه مع حلول شهر رمضان زادت حركة المواطنين مما أدى إلى زيادة عدد الحالات. في أفغانستان تسبب انتشار كورونا في تعطيل السياحة في منطقة باميان الشهيرة، حيث تراجعت نسبة عدد الزوار من داخل أفغانستان، فيما انعدمت السياحة القادمة من الدول الأخرى بشكل شبه كامل. بعد الحروب وسنوات الظلام الطويلة التي عانت منها أفغانستان، يشكل فيروس كورونا اليوم عقبة جديدة أمام انطلاق السياحة في البلاد، خصوصا في منطقة باميان التي تعرف كأكثر مناطق جذب السياح هناك، حيث دمرت طالبان أماكن السياحة قرب تماثيل بوذا قبل نحو 20 عاما. ورغم قلة عدد الوفيات والإصابات المعلنة في البلاد حتى اليوم، إلا أن الوضع ما زال مقلقا، خصوصا وأن الاختبارات الخاصة بالفيروس قليلة نسبيا، ما يثير مخاوف كثيرة حول إمكانية أن تكون الحالات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة في البلاد. وقبل انتشار فيروس كورونا كانت منطقة باميان مقصدا للسياح وجاذبة للزوار، إلا أن كورونا شكل ضربة مجيعة لموجة التطور السياحي في المدينة التي كانت مقصدا للباحثين عن التاريخ والمعالم البوذية المميزة. في ذلك الوقت كان هناك عدد من السياح الأجانب أكبر من عدد الأفغان في باميان، حتى لم تكن هناك مساحة كافية للجلوس والنوم في العديد من الفنادق، والبقية كانوا يقيمون في المدينة، وكان معظم السياح أوروبيين. ويقول المسؤولون في باميان إنه كانت هناك زيادة في عدد زوار المقاطعة، معظمهم من داخل أفغانستان، حيث زاد العدد لما يربو عن 200,000 زائر، إلا أن السياحة تأثرت جدا بفعل كورونا، حيث أسفر انتشار المرض عن تراجع الحجوزات الفندقية وتوقف رحلات السياحة كما حدث في الكثير من دول العالم. أظهر مقطع فيديو إجراء لاعبي نادي برشلونة للكشف الخاص بفيروس كورونا في منشأة النادي، حيث تشير الأنباء إلى اقتراب عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية استعدادا لاستكمال الدوري الإسباني مطلع شهر حزيران يونيو القادم. Arthur.
أظهرت لقطات طريفة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يرتدي الكمامة الواقية بطريقة خاطئة خلال جلسة حضرها في الكنيسة الإسرائيلية. نتابع. تايم של קבוצת יש עתיד תלם מציע. מי בעד מי נגד הצבעה? עד מי נגד? הסתייגות מספר 6. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة أخبار كورونا، وقانا الله وإياكم شر هذا الوباء. إلى اللقاء.